أثمر التعاون بين شركتي تسلا وشركة راديو فلاير عن النسخة المصغرة لسيارة تسلا من الفئة S، وتتمتع السيارة الصغيرة بالميزات الأساسية لسيارة تسلا من الطراز ذاته مثل الأضواء الأمامية وبطاريات الليثيوم. كما تتمتع السيارة بأسلوبها الخاص مثل لوحة السيارة المخصصة لكل طفل والغطاء الخارجي للسيارة. أما ثمنها فيبلغ 499 دولاراً، فيما السرعة القصوى للسيارة تبلغ 9.65 كيلومتراً في الساعة.